حنا هاد من 2007 معنا منخرطين التحقوا بهذه الوداديه من 2007. انا شخصيا من 2011 بوعد اننا في 2014 غنسلموا الفيلات ديالنا. المشروع كيتكون من ربعه ديال الاجزاء فيهم 298 فيلا. الى حد الان تسلمات 84 فيلا ديال الشطر الاول. حنا جينا اليوم متضامنين مع الناس ديال او بي ام ديال المنصوريه باش نساندوهم وباش حنا نقولوا للراي العام بان الرئيس ديال الوداديه ديال او بي ام راه هو نفسه ديال الوداديات المعهد الازرق ديال بن سليمان، وبان المشكل اللي عندنا هو ان لحد الان راه حتى الناس ما تسلموش شيء ما عدا الشطر الاول. الشطر الثاني والثالث والخامس راهم باقين الان على شكل اطلال. في الودادية ديال المنصورية من 2014 والرئيس دار معايا كونترا باش يسلم لي البورتوما ديالي في 2015 والجيسكا ماتنو ما كاين والو وشد في الحبس دوز حكمة عليه المحكمة تاع بن سليمان بعشر سنوات. ملي داز المحكمة استئناف ديال الدار البيضاء خرجوه بصراح مؤقت من دون ضمانات. احنا اللي بغينا منه يخلص لينا الكريدي اللي هز علينا ويدخل الفيردي يدخل الواد الحار وحنا معاه. هو ما مدخل حتى شي حاجه اون بلوس زايد علينا الكريدي. عندنا الكريدي في المشروع في كل حاجه. ما بقدرش نكونوا حنايا ساكتين على هذا الحساب ونسكتوا على الظلم ويجيت المحكمه استئناف ويخرجوه من دون ضمانات. الموت علينا حق، الموت علينا حق، يا القاضي وكل حق، يا القاضي وكل حق، يا القاضي وكل حق، يا القاضي وكل حق، حنايا هنايا دايرين وقفة احتجاجية لهذا يمكن الأسبوع الرابع، وما هاد الاحتجاجات ما غاديش توقف لأن حتى يبان حقنا إن شاء الله. اللي بغينا نقول لكم الناس كيسألوا علاش فقدتوا الثقة في هذا الرئيس القديم اللي كان مدان بعشرة السنوات محكوم عليه بعشرة السنوات في ابتدائي ودابا خرجوه هنايا بصراحة مؤقت. ما بقاتش الثقة لأن هاد السيد ناصب على ثلاثة الوداديات. هاد ثلاثة الوداديات كلهم محتجين هنا معنا اليوم، جولدن بيتش وأتلانتيك بيتش المهم ثلاثة الوداديات في المجموع اللي ناصب عليهم. دونك هاد السيد فقدنا فيه الثقة. الوقفة اليوم احتجاج باش ينصفنا القانون والقضاء، لأن الحمد لله باقي عندنا ثقة في القضاء ديالنا، واخا بدا يتلاشى الثقة ديالنا ولكن باقي عندنا الثقة بأن غادي ترجع المياه لمجاريها وغيرجع النصاب لمكانه الطبيعي.